في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ارتفع وتشوف لسيادة تميم رجلا، وهما الأحنف بن قيس التميمي وعمرو بن الأهتم التميمي أيضا. فجاء يعني جاء إلى مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليحسم في القضية من يكون سيدا على تميم. فكان الأحنف في مجلس عمر، ثم دخل عمرو بن الأهتم فكأن الأحنف عرض به، فأنشد بيتا قال ثوى قدح عن قومه طول ما ثوى، فلما أتاهم قال قوموا ففاخروا. وكأنه يقول أنت ما كنت يعني في شأن العامة، والآن تريد أن تصير سيدا عليهم. يقول فعمر بن الأهتم رد عليه أبلغ رد ولكن في أجمل صورة، قال له إن كنا وإياكم أهل جاهلية، يقصد بيت عمر وبيت الأحنف، قال إن كنا وإياكم أهل جاهلية والفضل فيها لمن جهل، قال فقتلنا رجالكم وسبينا نساءكم، وإنا وإياكم اليوم أهل إسلام والفضل فيها لمن حلم، فيغفر الله لنا ولك. قال ثم لما تدانيا في استحقاق السيادة ما ملك عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن يقرع بينهما، فكانت القرعة يومئذ لعمر بن الأهتم على الأحنف بن قيس. فقال عمر يذكر هذه الوقعة، قال ولما دعتني للسيادة من قرن لدى مجلس أضحى به النجم باديا، شددت لها أزري وقد كنت قبلها لأمثالها قدما أشد إزاريا. فيعني أي رجال كان هؤلاء، وأي نفوس يعني كانت في هذه الأجساد، وأي عقول وأي أخلاق، يعني كانوا حقيقة في ظني كانوا مرحلة نموذجية أكاد أقول في تاريخ الإنسانية، في تاريخ الإنسانية. ويعني هؤلاء عمرو بن الأهتم التميمي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله صحبة. هؤلاء الذين أحاطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا خير الناس، ويصدق فيهم العبارة التي كنا ذكرناها يعني أمس في المجلس، عبارة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يصف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي التي أخرجها أبو نعيم في الحلية وغيره، أن ابن مسعود كان يقول لأصحابه ولعامة الناس، يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. اللهم ارض عنهم واجزهم عنا خير الجزاء.